من تسنسور مع فاطمة. تسنسور ياك قريبة للخنيفرة فاطمة. كسنسور ما بين خنيفرة وبالزعد. اهلا لا مرحبا بك معنا ومرحبا بكل المناطق المغربية بدون استثناء معنا على فضاء اللقاء المفتوح. صباح الخير فاطمة وعواشك مبروكة بالصحة والعافية إن شاء الله. الله يسعد صباحكم أختي وشكركم على هذا التوفيق للوليدات والنجاح إن شاء الله. اللهم آمين. الله ييسر الجميع. لالا فاطمة شنو غتقترحي علينا؟ تنقترح عليكم على حساب واحد طريقة العسل كتوجد بطريقة زعما كل شيء يقدر يوجدها. نعم تفضلي. تنديرو جوج كيلو تاع سنيدة رقيقة. جوج كيلو ديال سنيدة وتنديروهم في الكوكوت. كنخوي سنيدة هاكا كنسفها في الكوكوت وتنحطها فوق البوطة عافية مهيلة وتنبقاو نحركو نحركو حتى تولي حتى نحس بها كتحمر، ولكن يكونوا بعدين علينا الدراري الصغار ونحتفظو حتى على يدياتنا حتى حنايا. علاقاش السكر يعني تيدوب هكذا تيكون يعني خطير إلى تحرق به الوعي. نعم. ولكن حنا نحتفظو بشوية حتى تنحس بها تحمر، وفي ديك الساعة الناس كندير واحد ليطرو تنعبرو ونديرو ديال الماء تيطيب تيغلي مزيان. ولما كتحمر ديك سنيدة كاملة كنحطوها من العافية ونبعدو وجهنا ما نحطوش وجهنا فوق من داك الفار اللي غيطلع وكنخو داك الماء فوق ديك سنيدة وتنحركوها بشوي بشوي ونردوها فوق البوطة كتغلي على نار مهيلة صافي كنزيدو عليها شي شوية تاع داك الشهد ديال النحل ولا شد. نعم يعني هو وجدنا وكيجي زويون وكيقصح ما والو. في جوج كيلو سنيده كنديروها في الكوكوط وكنحطو على نار هادئه بزاف باش ما تحرقش لنا، كنبقاو نحركوها حتى تترجع سائله وكتبدا تتحمر اللون ديالها كيتغير. كنكونوا في نفس الوقت موجدين واحد اللتر ديال الماء مغلي، كنحيدوا داك الكوكوط ديالنا من فوق العافيه نحطوها ونبعدو وجهنا على قاش. ملي غنبداو نخويو عليها داك الماء مغلي تقدر تطير ودا غير ديك الباخ ديالها يحرقنا، ونخويو الماء بشويه بشويه وحنا كنحركو. نعطيكم واحد الطريقه تاع الجينواز واخا الله يسهل عليك بلاتي غير نكملوا هذه. قلتي ونرجعوهم على نار هادئه ومن بعد كنضيفوا لهم الشهده الطريف ديال الشهده ياك. داك الشهد النحل كيتلاح في وسط منها ويبقى يطبخ شي شويه كيجي بحال العسل الحر، الا داخل شي حد ما عرفش بان صافي كتحس به عسل حر. وبعض المرات مثلا ما غنلقاوش حنا داك الطريف ديال الشهده شنو ممكن نضيفوا معاه؟ الحامض. ندير شويه الحامض وشويه الزعتر على حسب الذوق ديال الشهده اللي بغات. الزعتر يعني شي كموسه فيها الزعتر نرميوها في وسط منها والحامض. ايه ولا واحد معك كنصفيو في زويف بحياتي ولا ديك الصفايه ديال العسل مصفيش ديال السلك ماشي الميكا، لان الا تخوى فوق ديال الميكا غتحرق. نعم غتذوب تيكون ساخن. ناخذو شنو قلتي غتقترح علينا؟ جينوا سهله. كناخذو زلافه وكنعبروا بها البيض. زلافه فيها زلافه ديال البيض ياك؟ زلافه اي زلافه بغات السيده، بغات جينواز كبير بغات صغير بغات متوسط، المهم تعبر البيض بالزلافه. نعم احنا دخلينا زلافه ديال البيض وديري زلافه سنيده. زلافه ديال سنيده وزلافه ديال الفورس وتطربي هذاك البيض بعد هذاك البيض كامل كتشدي كطربيه مزيان يعني كنعزلوا البيض من الاصفر. نعم لا نديرو كامل البيض البيض. نعم ونطربو مزيان ونرمو عليه واحد القبيسه ديال الملحه شي شويه ديال الملحه وعاد نزيدو سنيده نزيدو الفورس وواحد الراس ديال معلقه ديال الخميره ديال الحلوه. نعم تيرجع بيض البيض حتى تيرجع بيض كنطربو مزيان بالطراب الكهربائي. النبي باش غيطلع مزيان صافي. كنفرشو اللاطه نديرو في داك البابيي سيرفوزي يعني وحنا كنخدموا حنا كنضيفوا العناصر سنيده غنضيفوها ونخدموا مزيان. كنخدموا البيض وكنضيفوا السنيده نكملوا السنيده ونزيدوا عليها الفورس. الفورس قلتي لي ومعاه واحد راس معلقه ديال الخميره. واحد راس معلقه ديال الخميره ديال الحلوه. ديال الخميره ديال الحلوه الخماره. صافي وكتخويه في اللاطه ولكن ما تخليهش في الفران بزاف، حطو كطلعوا الصفاره صافي وكتحيدوا السيده تحطوا وتغطيه، ملي كتبرد كتقسمها مناصه ودير عليها داك الشوكولات اللي كانت عطاتنا واحد السيده بالقرعه تبارك الله عليها تنشكرها عليه.
لا تبارك الله عليك على هذه الوصفات. عاودينا شويه على المنطقه فاطمه، يعني هذه المنطقه هذه انا ما كنعرفهاش.